ورجعنا لكم مرة تانية وصلنا معاكم لآخر فقرات حلقتنا النهاردة استشارة طبية. استشارتنا الطبية النهاردة هتكون عن خشونة المفاصل أو الحاجات اللي ممكن تكون سبب في عدم سعادتنا، وهي وجود بعض الأمراض المشاكل الصحية سواء لينا أو للمقربين لينا. ويمكن في الفترة دي تقريبا مفيش بيت إلا وفي شخص بيعاني من خشونة المفاصل، واللي من بعض أعراضها سماع صوت ترقعة في المفصل أو وجود ألم في الركبة وإحنا ماشيين. عشان كده هنعرف أكتر عن خشونة المفاصل وطرق الوقاية منها مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة دكتور أحمد رأفت، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية والمستشار الطبي لشركة بيكس فارما. منورنا يا دكتور. بنورك. ويعني الحديث المفضل عندي انا واميره عن ركبنا. الركب والظهر بقى دلوقتي دخل. بالظبط. كتير الفتره الاخيره بنسمع المصطلح بتاع خشونه ركبه، مش عارفه الطرقعه، الحاجات دي كلها، ايه القصه؟ ايه القصه؟ طيب عشان نشرح خشونه الركبه الاول لازم نعرف ان الركبه مكونه من عظمتين، عظمه فوق اللي هي الفيمر وعظمه تحت اللي هي التيبيا، بيبقوا عاملين على بعض كده، وما بينهم الغضروف اللي بيحافظ على المفصل من الاحتكاك والسائل اللي جوه، ومحاوطين بكبسول قافل عليهم كلهم. اوكي. ده غير بقى الاربطه اللي موجوده جوه اللي بتساعد على ايه؟ الاستابيليتي. فدايما مشكلتنا دايما ان اللي بيحصل ان احنا واحنا ماشيين المفصل بيبقى بعيد وما بيحتكش ببعضه خالص. تمام؟ ليه؟ لان عضلاتنا بتبقى شايله اللود ورافعه المفصل على بعضه، الدنيا ماشيه كويس قوي. اللي بيحصل ان العضلات بتضعف مع مرور الوقت، وان احنا بنهمل في صحتنا وما بناكلش كويس وبنعيش حياتنا طبيعي، بيبدا المفصل يقرب من بعضه ويضغط على الغضروف، يبدا يحصل احتكاك يوم ورا يوم مع حركه ومع سلم مع عجله ايا كان، بيبدا الاحتكاك ده يزيد، فيبدا الغضروف يتاكل ويبدا يبقاش له وجود، فيحصل احتكاك العظمتين في بعض. هنا نبدا نقول دي كده بدايه الخشونه الجامده، لان ساعتها اي احتكاك بيؤدي الى الم او بيؤدي الى ان انا مش قادر اتحرك. مع تكرار الحركه دي كتير بيبدا يحصل نتوء في العظم نفسه، ويبدا خلاص بقى انا كل ما بقف بحس بالم رهيب جدا في ركبتي وما اقدرش اتحرك. دي كده مراحل الخشونه المتقدمه. فبالتالي الخشونه هي ان العظم نفسه خلاص احتك، ما بقاش فيه سائل، ما بقاش فيه حاجه بتحمي المفصل نفسه من جوه. تمام. نقدر نعمل ايه علشان نقي نفسنا من ان ده يحصل ونعالج كمان لو المشكله وصلت لمرحله الخشونه؟ طيب، هو مبدئيا عشان اقي نفسي من الموضوع ده الاول، انا لازم اركز على عضلاتي الاماميه دي كويس قوي واخليها قويه جدا، لان هي دي المين رول بتاعها، ان هي تشتغل مع الركبه، هي اللي بتفردها وهي اللي بتطلعنا السلم وهي اللي بتمشينا. فده الهدف بتاعها الاساسي. طول ما هي قويه طول ما المفصل بعيد. بنقويها بالتمارين. أوكي. لازم جدا التمارين الاماميه دي كويسه قوي. الخلفيه لازم نشوف طولها مناسب ولا لا، لان برضو العضلات الخلفيه لما بتشد بتقرب المفصل على بعضه، لان هي ليها طول معين، فبالتالي لما بتكون قصيره فده بيؤدي برضو الى احتكاك المفصل ببعضه. فاحنا لازم نحافظ على عضلاتنا ستريتشد او فليكسبل زي ما بنقول، والعضله اللي قصادها الناحيه الثانيه تكون قويه فتقدر تشيل الحمل من على المفصل. دي رقم واحد. رقم اتنين، لازم نشرب ميه كتير، لان المفاصل والعضلات محتاجه ميه كويس قوي عشان تبقى هايدريتد وفيها فليكسبيليتي. كل ما الواحد بيحصل له جفاف كل ما العضله بتبقى خلاص حركتها مش سموث، والمفصل نفسه بيبقى فيه حركات احتكاك برضو معينه كده بتحصل بتؤدي الى التهابات ووجع من غير حتى ما يكون فيه خشونه. اخر حاجه بقى ان احنا لازم ناكل ونتغذى كويس. لازم ناخد الغذاء والحاجات المواد البنائيه اللي انا محتاجها لجسمي تكون موجوده عشان اقدر ابني بيها الغضروف وابني بيها عظمي، فدايما افضل بصحه كويسه. اوكي. ابقى ازاي بقى؟ ازاي؟ يعني اكل ايه؟ ما اكلش ايه؟ امنع نفسي عن ايه؟ ازود في ايه؟ هو مبدئيا كده اي حاجه فيها سكر مضاف ده بيعمل مشكله مع المفاصل رهيبه جدا، لان ده بيؤدي الى سكر المضاف، يعني زي العصاير اللي فيها سكريات، الحاجات الحلويات الكتير، الشيبس، مش هنقول بقى يعني منتجات معينه، بس في حاجات كتير قوي فيها سكر مضاف عليها، فبالتالي السكر الكتير ده اصلا بيعمل مشكله مع المفصل. كل الحاجات الحلوه، كل الحاجات اللي بنحبها بتعمل مشاكل، نعمل ايه؟ احنا ناكل كميات معقوله ما ناكلش كتير. وتاني حاجه ان انا زي ما اتفقنا احافظ على نفسي برضو ان انا باخد الغذاء الكويس بتاعي اللي ناقصني، فانا لو هاكل كويس مثلا هاكل سلطه واكل فاكهه واكل حاجتي كلها طبيعيه. صح. وفي نفس الوقت ممكن اكل حلويات بس الكميات هي اللي بتختلف. وفي نفس الوقت الميه مهمه قوي عشان تخلص الجسم من السكر، لان السكر بيعمل جفاف، فالسكريات الكتير بتعمل جفاف في الجسم اصلا. عشان كده في ناس كتير تقول لك انا بشرب عصير بدل الميه، لا ده مش صح، لان ده بالعكس بيعمل جفاف اكتر، بيعمل مشاكل، فتحس بالتهابات والام اسرع من اللي بيشرب ميه كتير. اوكي. فضروري جدا نحافظ على موضوع الغذاء ده. تمام. طبعا دلوقتي الموضوع بقى صعب قوي وما بقيناش بناكل كويس، فالمكملات الغذائيه بدات تعوض عن الموضوع ده دلوقتي.
طب ايه المكملات الغذائيه اللي احنا محتاجينها دلوقتي مثلا انا او ابني او اي حد ما بياكلش الغذاء المظبوط، وده فعلا بيحصل من مع السرعه وكده والانشغالات، نعمل ايه علشان نبقى خدنا كل حاجه؟ طيب مبدئيا كده هي بيكس فارما عملت اربع منتجات فيهم كل الفيتامينز والمينرالز اللي الجسم محتاجها. اول منتج اللي هو الجوينت بيكس ده موجه للمفاصل مخصوص، وهو مكون من خمس عناصر اساسيه اللي هي الهيلورونيك اسيد زي ما قلنا ده السائل اللي موجود في المفاصل عامه، وفي الكوندروتين والجلوكوزامين دي المادتين اللي الجسم بيبني بيهم الغضروف اصلا او كيكه بينتجهم داخليا، وبعد كده في البرومالين والجينجر. البرومالين دي ماده مستخلصه من الاناناس وهي مضاده للالتهابات، والجينجر مسكن طبيعي ربنا خلقه لنا في الطبيعه، فبالتالي هو ينفع قوقايه للمفصل لو انا ما عنديش مشاكل وما بحسش بالم، وينفع ان هو يكون علاج اللي عنده اصلا خشونه في الركبه. حلو تمام، ده كده اول منتج. تاني حاجه على طول السي دي زد بيكس، ده الكالسيوم بقى بما ان يعني ده كده هو الجوينت بيكس ده بيسهل حركه المفاصل وبيلين الدنيا. ده السي دي زد بيكس وده اللي هو كالسيوم سيتريت، لان احنا زي ما قلنا المفصل احنا الجوينت بيكس موجه للمفصل، فالسي دي زد بيكس موجه للعظم اللي حوالين المفصل. حل. لأنه الكالسيوم هي المادة البنائية للعظم اللي احنا بنحتاجها يوميا. فبالتالي سي دي زد بيكس ده موجه جدا انه في كالسيوم اللي انا محتاجه كل يوم عشان عظمي يتبني ويبقى كويس، وهو كالسيوم سيتريت مش كالسيوم كربونيت. كالسيوم سيتريت هي المادة الكيميائية للكالسيوم، سهل امتصاصها في الجسم جدا وما بتسببش اي الم للمعدة او غثيان. طبعا اتكلمنا على الكالسيوم فلازم نقول ان لازم يكون معاه فيتامين دي ضروري قوي عشان خاطر ما بيحصلش بايندنج للكالسيوم في العظم من غير الفيتامين دي. ففي دي بيكس ده اللي هو المفروض الفيتامين دي اللي هي 2000 وحده دوليه اللي الانسان محتاجها يوميا عشان خاطر يعوض جسمه باللي ناقصه من الفيتامين دي. حلو. لان معظمنا عندنا نقص فيتامين دي. واخر حاجه خالص اللي هي الالب مالتي فيت، ده مكمل عام في كل حاجه بقى باقيه زي فيتامين بي، فوليك اسيد، الزنك، المغنيسيوم، الصلب، كل حاجه تانية الجسم محتاجها موجوده فيه. ده بيدينا نشاط وتركيز عالي جدا وما بنحسش بالام الاعصاب كمان. طيب دكتور، اول ما بنقول مكمل غذائي يمكن الناس تبقى خايفه شويه تقول لك ده هيبقى تقيل على المعده، ده هيعمل لي غثيان، مش عارفه ايه الكالسيوم تحديدا ساعات بيعمل مشاكل في الهضم. هل البرودكتس دي بتعمل برضو نفس القصه ولا ازاي؟ لا خالص، زي ما اتفقنا بقى احنا قلنا كالسيوم سيتريت هي اسهل ماده امتصاصها في الجسم وما بتعملش اي مشاكل في المعده خالص، وبقيه المواد التانية طبيعيه كده كده 100% بينتجها جسمنا داخليا، مش بنحس بيها ومش بنشعر باي حاجه، فحتى لو خدناها الجسم بياخدها ويشوف الماده الكيميائيه بتاعتها ويوجهها للمكان اللي هو محتاجه ليه او المكان اللي بيخزن فيه. فبالتالي بيبقى عندنا مخزون استراتيجي عالي نقدر نبني بيه اسرع من الاول، لان طبيعي مع السن الحاجات دي مش بتنتج بشكل كافي عشان اعوض نفسي بالحاجات دي. فهي امنه تماما وما فيهاش اي مشاكل ولا اضرار جانبيه خالص. تمام. هل الكورس يا دكتور بيناسب اي اعمار وبيناسب اي حد عنده امراض مزمنه؟ هو بيناسب كل الناس، مفيش اي مشكله خالص. هو احنا بس دايما بيبقى اللي عنده القلب او الحامل او اللي بترضع، فدايما بنرجع برده بنستشير الطبيب عشان الجرعه المناسبه ليها. انما غير كده هو بيناسب كل الجميع، من اول سن 16 سنه يقدر يبلع الحبايه وياخدها، وبيكون خلاص شباب ورياضي فبيحتك كتير فمحتاج ان هو ياخد المكملات الغذائيه. طيب يمكن حضرتك اتكلمت دلوقتي عن ازاي استعمل المكملات الغذائيه دي او الكورس ده عشان امنع، طيب لو عايز استخدمها عشان اعالج ازاي؟ هي نفس الطريقه بالظبط، هي ناخد الجرعه بتاعتنا بس لازم يكون معاها بقى كومباينيشن في جزء دوائي. يمكن احنا معانا على الشاشه اهو ده زي ما بنشوف كده، ده الجوينت اهو كل ما بيحتك ببعضه بيبدا الغضروف اهو يتاكل، بيختفي خالص الغضروف اهو الابيض ده، ويبدا تدريجي العظم يحتك ببعضه زي ما بيحصل دلوقتي اهو على الشاشه. تدريجي هيبدا خلاص الغضروف مش موجود، وهيبدا يتكون النتوءات العظميه اللي انا كنت بقول لك عليها في الاول خالص اهو. بص بيتاكل خالص اهو دلوقتي، خالص تاكل اهو، بدات تتكون النتوء اهي. بص بقى شايف الحركه هتبقى عامله ازاي، دي كده حركه مؤلمه جدا البني ادم ما يستعملهاش، يعني الانسان نفسه هو قايم كده هيحس خلاص ان كل خبطه من دول بتعمل له التهاب والم قوي قوي، لان الجوينت مش هيستحمل الخبطه دي خالص. فكعلاج احنا بنستخدمها مع العلاج الدوائي اللي الدكتور بيوصفه ومع العلاج الطبيعي، عشان زي ما اتفقنا برضو عضلاتنا جزء من الحياه، يعني جزء من المفصل، فلازم نشوف الميكانكس بتاعتها شغاله صح ولا لا، لان برضو ساعات عضلات ممكن تشتغل اكتر من عضلات، فيحصل ان المفصل نفسه بيرحل ملي. الملي ده بيعمل ألم، لما بيرجع مكانه تاني وبيتظبط خلاص الدنيا بترجع تاني أحسن ومريحة ومفيش ألم خالص. يعني يا دكتور يمكن لما اتفرجنا دلوقتي على الركبة وشكلها والسائل اللي بيخرج تحس الموضوع فعلا مؤلم، بس في قاعدة عندنا في الزمن كده اللي هو
ماما كبرت، اصل ده عمر افتراضي بقى يا بنتي. هل في حاجه اسمها كده ولا في حاجه ان انا فعلا طول ما انا محافظه وباخد فيتامينز وبعمل كل حاجه بتقول عليها دي اقدر احافظ على العظم ده لغايه لما اموت يعني؟ بصي، هو العضله كده كده ملهاش سن معين. أوكي. فانا طول ما عضلاتي كويسه وقويه وطول ما المخزون بتاعي فيه الحاجات اللي انا بحتاجها عشان ابني بيها الحاجه اللي بتتدمر يوميا، انا مش هيحصل لي اي حاجه مدى الحياه. العضله اقوي عضلاتي ماشي. كويس واحافظ على مفصلي بالحاجات اللي انا محتاج ابنيها دي، يعني باخد المكملات او باكل اكل كويس، فطبيعي ان الحاجات دي جسمي بيلاقي اللي بيبني بيه الغضروف كل يوم طبيعي مش هيتاكل، لان هو خلاص هو كل يوم بيتبني، فحتى لو تاكل بس احنا حضرتك معايا في ان احنا عندنا المفهوم ده، ما هو احنا مشكلتنا دايما ما هي كبرت، هي عمرها هي ملهاش دعوه بالعمر خالص، هو استهلاك بالزبط. انا بستهلك جسمي ازاي، فبالتالي يعني زي العربيه، انا لو استهلكت العربيه كتير وما روحتش عملت لها صيانه هتوقف مني، انما لما اروح اعمل لها صيانه دوريه كل شويه بيحصل ايه، بتفضل مستمره معايا ان شاء الله طب معايا 20 سنه. دي رساله مهمه والله منك يا دكتور، لان احنا دايما بنتكلم في ان هي كبرت وهي مش عارفه ايه. لا احنا نقدر نحافظ نقدر ونعوض اللي الجسم بيفقده، فهتفضل سليم زي ما انت. ولو هو حتى كبير في السن وبدا من دلوقتي اديله مثلا فتره شهرين ثلاثه الوضع هيتغير معاه تماما، ومش هيلاقي الم وهيلاقي نفسه بيمشي احسن وبيطلع السلالم، لان العضله ملهاش سن، العضله معتمده على انا بدربها قد ايه، انا بشتغل عليها قد ايه. ايه الجرعات المناسبه سواء كانت وقايه او علاج؟ طيب هو مبدئيا كده الجرعات بالنسبه للفي دي بيكس احنا بناخد حبايه في اليوم. اوكي. بالنسبه للسي دي زد بيكس هي برده حبايه، والالب مالتي فيت واحده. الوحيد اللي بناخد منه اثنين هو الجوينت بيكس، بناخد واحده الصبح واحده بالليل. حلو. عشان نحافظ على المفاصل بتاعتنا دايما فيها انتاج قوي ودايما تفضل موجوده ما يحصلهاش تاكل سريع. حلو، ده وقايه وعلاج. وقايه وعلاج. في ناس بقى لو النسب عندها قليله قوي قوي بنبدا نشوف الجرعه بقى المناسبه ليهم حسب النسبه اللي طالعه في التحليل. طيب ازاي نقدر نحصل على الكورس؟ احنا في ارقام هتظهر على الشاشه ممكن يتواصلوا معانا عليها، هيلاقوا فريق طب مختص بيرد عليهم وبيوجههم وبيشوف محتاجين ايه بالظبط، هيوصل لهم كل اللي هم عايزينه. هي دكتور احنا اتكلمنا عن ان هو مناسب لكل الفئات. تمام. والاطفال واصحاب الامراض المزمنه. فيتامين د بالذات او دي عايزين نتكلم عن اهميته، لان في ناس كتير عارف اللي هو نصنا عندنا نص فيتامين دي وبنتعامل ان دي حاجه عاديه. طيب هو فيتامين دي ده اصلا هو هرمون، مش فيتامين قوي، هو هرمون جوه الجسم بيشتغل بشكل معين، بيتم امتصاصه عن طريق الجلد من الشمس. بناخده من اكلات معينه بشكل قليل قوي مش بنسبه كبيره، وامتصاص الجسم منها بيبقى قليل، فاكتر مصدر ليه هو الشمس. تمام. ولازم جزء كبير من الجلد يكون معرض عشان امتص اكبر كميه ممكنه. دوره ان هو زي ما اتفقنا بيخلي الكالسيوم يبايند في العظم، وبيأثر على المود جدا، وبيأثر على الوزن، يعني ممكن لو مش موجود بيبدا يحصل ان الواحد يتخن، بيبدا يحس ان هو عنده اكتئاب، بيحس بالام في العظم والام في العضلات بدون حتى لو هو ما عملش اي مجهود، بيبقى قايم تعبان على طول، مرهق على طول، فده دليل ان في نقص في فيتامين دي. فوجوده بشكل كافي في جسمي بيخليني دايما سعيد، عندي طاقه ان انا اشتغل، ما بحسش بالم كتير، وفي نفس الوقت الوزن بيتظبط كتير قوي مع وجود فيتامين دي. اوكي. طيب الخوف بقى دايما في ناس ما تبقاش عايز تاخد مكملات غذائيه بشكل عام، يعني تقول انا ما اعرفش جسمي محتاج او مش محتاج، هل في اضرار ان انا اخد وابقى انا مش عارفه اذا كنت انا فعلا جسمي محتاجه ولا لا؟ لا، هو بالنسبه للفيتامينز والحاجات دي كلها فاحنا كده طبيعي بناخدها من الاكل زي ما اتفقنا. يعني الواحد لو اكل تفاحه او تفاحتين مش هتفرق معاه النسبه اللي الجسم هيمتصها، لان هو كده كده محتاج كميه معينه بياخدها ويخزنها. ولو هي اكتر من احتياجاته بيتخلص من الزياده، الجسم ما بياخدش فيتامين زياده عن حاجته خالص، وهي ما لهاش اثار جانبيه. حلو قوي، عشان برضه هو مكمل طبيعي كله. هو طبيعي كله. فزي ما بقول لك انا لو اكلت تفاحه او اثنين الجسم هياخد اللي عايزه من التفاحه وهيسيب الباقي. بالزبط. مش هياخد زياده عن حاجته ابدا يعني. وملهاش اضرار جانبيه خالص. بس ده برضه يخلينا نقول للناس انه انت لازم تحافظ على الغذاء السليم مع المكملات الغذائيه، يعني مثلا أكيد. في واحد ما ياكلش طول اليوم وياخد السبلمنت يقول لك خلاص. لا طبعا كدا. هو كده السبلمنت زي ده احنا قلنا دي الفيتامينز والمينرالز، انما فين بقى الكربوهيدرات والبروتين والحاجات التانية دي كلها؟ ما هي مش هتيجي من المكملات. المكملات دي الحاجات اللي احنا مش بناخدها بكميات مظبوطه، يعني زي الفاكهه والخضار والكلام ده مش بناكله بكميات معقوله، مش بناكله كل يوم ومش نفس النوع كل يوم، فبالتالي بيحصل نقص شويه في الحاجات دي. انما الاكل نفسه مهم جدا، ولازم يكون الواحد بياخد وجباته مظبوط، لان برده في حاجات مرتبطه بنوع الاكل. يعني الحديد مثلا ما بيمتصش غير لما يكون فيه فيتامين سي. ما لازم يكون معايا فيتامين، لما يكون فيتامين سي موجود بيمتص الحديد بشكل قوي جدا، فانا لو خدت الحديد لوحده كده من غير اي حاجه ممكن الجسم يتخلص منه بدون اي سبب. احنا اهو معانا على الكورس موجود، دي لكل الكورسات المنتجات كلها الاربعه هم الجوينت بيكس والالب مالتي فيت والفي دي بيكس والسي دي زد بيكس زي ما قلنا. وكل واحد كلهم حبايه واحده، ما عدا الجوينت بيكس حبايتين، واحده الصبح وواحده بالليل. الكورس يا دكتور بيتاخد مع بعض؟ الافضل ان احنا ناخد كل دول مع بعض، ان هو ده كل اللي بيبقى ناقص في الجسم كله. طيب. كفيتامينز يعني. بما ان احنا بنتكلم على فيتامين دي وحضرتك قلت شويه اعراض كده، يعني لو الناس ركزت فيها هتكتشف فعلا ان احنا كلنا، حضرتك قلت
ممكن ما نخسش بسبب نقص فيتامين دي. حقيقي مظبوط. ممكن يبقى عندنا اكتئاب بسبب نقص فيتامين ده دي. اكيد ده اكيد. آه. ممكن ايه تاني بسبب أرق. فيتامين الناس دي الناس اللي ما بتعرفش تنام كويس بالليل اللي عندها ارق بالليل وما بينامش كويس ده ممكن يبقى نقص فيتامين دي. أوكي. اللي بيقوم من النوم دايما بعد ما يكون نام كويس يقوم تعبان ومرهق ومش قادر ده برده نقص فيتامين دي. اللي بيبقى عنده بقى اكتئاب او حاسس ان هو موده مش مظبوط دايما مود سوينجز والكلام ده برده بيبقى غالبا نقص فيتامين دي. ايه فيهم بقى لو انا عايز اخد فيتامين دي بس اني واحد فيهم في دي بيكس. الفي دي بيكس ده باخده لازم بيتاخد معاه كالسيوم علشان الكالسيوم لازم معاه فيتامين دي. أوكي. انما فيتامين دي لوحده لا يفضل يكون بس معاه بروتين عشان يتم امتصاصه بشكل اوقع. تمام. الفيتامين دي معاه بروتين اي بروتين حيواني معاه عشان يمتص اسرع وبقوه اكتر في الجسم. اوكي حلو ده قوي. تمام. عايزين برضو نوجه كده زي ايه قبل ما نختم فقرتنا يعني لسه شويه معانا وقت شويه حاجات كده الناس تعملها علشان تحافظ على عظمها وغضاريفها ومودها ومزاجها شويه نصايح كده يا دكتور. طيب هو مبدئيا كده الرياضه جزء كبير جدا من ان هي بتفرز هرمون السعاده. أوكي. يعني الواحد اللي بيعمل رياضه يوميا دايما بهرمون السعاده عنده قوي جدا وبيبقى نفسيته احلى بكتير. ثانيا الرياضه بتحافظ على كل عضلاتي قويه وشيلاني ودايما اكتف وفيها بلاد فلو على طول فطبيعي ان انا هكون عضلاتي شغاله فمش هحس بمشاكل المفاصل. حلو. بالنسبه للميه مهمه قوي قوي للمفاصل والعظم زي ما قلنا عشان لازم اخد الحاجات الميه دي عشان الهايدريشن. احنا المفروض يبقى نسبه الميه في الجسم اكتر من 56%. اوكي. ده لازم طبعا معظمنا لما حتى بنقيس الوزن وكده بتطلع حوالي 40 او 45%. فعلا دي حقيقة. ودي قليله بتادي برضو ان انا بحس بالالم. فالميه مهمه جدا. واخر حاجه بقى مهمه قوي ان احنا نحافظ على المكملات الغذائيه بتاعتنا والغذاء بتاعنا سليم. مش هنقول الكميات قد ايه بس سليم يكون دايما يتخلله حاجات مفيده ما يبقاش ان انا بستخدمها غلط. يعني مثلا زي البطاطس. البطاطس مفيده جدا جدا وفيها كميه بوتاسيوم هايله جدا جدا بس الناس بتاكلها محمره. ما ناخدهاش بعزيز بتاكل بيبقى فيها كميه بوتاسيوم اعلى بكتير من الموز. بس الناس كلها بتاكلها محمره فبالتالي هم مش بياخدوا الفايده بياخدوا النشويات بس. فبيقول لك انا بتاكل ازاي مسلوقه. كل ما تكون مسلوقه او بيوريه والكلام ده بتبقى فيها بوتاسيوم اعلى بكتير. مشويه طبعا هايله. اللي هي ممكن تفويل وتتحط في الفرن كده فبتحافظ على دي جميله جدا وفيها بوتاسيوم بقى رائع. التوم مضاد حيوي رهيب جدا جدا جدا. الكورس اهو برده معانا يا دكتور. تمام. احنا زي ما قلنا برده اهو الملتي فيت والجوينت بيكس والفي دي بيكس والسي دي زد بيكس كل واحد فيهم حبايه ما عدا الجوينت بيكس حبايتين في اليوم واحده الصبح وواحده بالليل ان شاء الله باذن الله. يعني والله بنستفيد جدا منك يا دكتور في النصايح بتاعه الركب والظهر والحاجات دي. أشكر. اعتقد برضو ان الفيتامين او المكمل الغذائي بتاعنا ده بيساعد برضو في الام الظهر برضو كله بغض كله. النظر عن الركب بس هو جوينت بيكس موجه للمفاصل كلها. فهو المفصل اللي فيه تاكل هو ده اللي بيوجه له الايه الجوينت بيكس اللي احنا او الماده اللي احنا قلناها بتروح للمفصل اللي فيه مشكله. هو الجسم بيشوف هو هيبني ايه وبيستخدمها. كبار السن بقى نروح لكبار السن. كبار السن يمكن خلاص بتبقى المشكله اوريدي ظهرت عنده. تمام. يعملوا ايه؟ ما هو احنا زي ما قلنا برده المكملات الغذائيه او جوينت بيكس احنا قلنا ان في مادتين اصلا بيقضوا على الالم وبيقللوا الالتهابات. فده بالتالي حل لجزء كبير من مشكلتهم اصلا ان هم حاسين بالالم وان هي ممكن تكون بتلتهب او بتورم. فالمادتين دول بيقضوا على دي. وفي نفس الوقت الثلاثه التانيين اللي في جوينت بيكس بقى هيبنوا لهم الغضروف تدريجي مع ان هم هيعملوا علاج طبيعي طبعا بناء على السن وبناء على المرحله اللي هم فيها. هيرجعوا لاحسن من الاول كمان وممكن يرجعوا طبيعيين 100% بدون فعلا. اي الم تماما. انت عارفه هند دكتور كمان دي حاجه مهمه قوي لان دايما كبار السن بيبقى عندهم امراض بتمنعهم ان هم ياخدوا ادويه. ده حقيقي. علشان مش عارفه بيتعمل لهم مشاكل في المعده وكده. فده بيعتبر برضو امن تماما ما بيعملش اي مشكله اصلا ما فيش اي هو يعتبر مكوناته شبه طبيعيه يعني. كلها طبيعية. كلها طبيعيه. احنا زي ما قلنا الماده مواد كلها الجسم بينتجها يا اما من الاناناس يا اما من الجنزبيل فكلها حاجات طبيعيه اصلا موجوده مش حاجه فيها كيميائيه خالص تماما. والناس تتواصل معاكم ان شاء الله من خلال الارقام. من خلال الارقام هيلاقوا فريق طبي مختص بيرد عليهم ويوصل لهم كل اللي هم عايزينه ويشوف احتياجاتهم ايه. ويا رب كله يعيش بصحه ان شاء الله. لا ان شاء الله كله يعيش. طب ايه اكتر الاعمار اللي بتطلب الكورس يعني ايه اكتر سن؟ بص هو حاليا في الزمن اللي احنا فيه احنا بدانا نواجه دلوقتي مشكله ان في ناس عندها 20 سنه و25 سنه وبيشتكوا من ركبتهم. ما هي بسبب ان هم ما بقوش عندهم اي نوع من انواع الرياضه خالص. انا عندي 27 سنه ومش بعرف اميل. بسم الله عليها. يعني لسه بنقول هنا بقى دي انت ما حافظتيه انت المفروض في سن لا المفروض نبدا نقول مثلا كده عند 50 فاحنا لا ده بعيده قوي الجاب فلازم تحافظي على عضلاتك كويس قوي وتاخدي المكملات الغذائيه كويس جدا وتشربي ميه.
هتلاقي الموضوع بدا يفرق معاكي كتير وما بقاش في مشكله وهتوطي وترجعي تاني تمارين انت عايزاه كله. هجرب ان هنعمل كل الحاجات دي. والله يا دكتور حضرتك بتيجي تفيدنا احنا شخصيا والله. يعني بنطلع من الفقره عندنا كده ايه حاله وعي جامده ان احنا لازم نحافظ على الحضنتين اللي موجودين. احنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتور، نورتنا وان شاء الله تبقى موجود معانا في حلقات تانيه. خلصت حلقتنا النهارده، استنونا بكره في حلقه جديده ومواضيع مختلفه مع الحريفه. باي.